ما حكم صلاة الميت على المنتحر؟ قتل النفس حرام، وهو من أشد قتل النفس. قتل النفس على وجه العموم بغير حق حرام. قال تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقتل الإنسان لنفسه أشد في التحريم. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث أن من قتل نفسه بشيء أن هذا الشيء يكون معه في نار جهنم، إن كان سما أو حديدة أو ترديا من جبل فإنه يفعل به ذلك في نار جهنم عقوبة له، وهذا من باب الوعيد الشديد. ولكن قاتل نفسه لا يخرج بذلك عن الإسلام، بل هو مسلم يعتبر عاصيا وفاعلا لكبيرة من كبائر الذنوب، ويعامل معاملة المسلم، فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، ويدعى له بالمغفرة والرحمة، لأنه لم يخرج بذلك عن الإسلام وإن كان فعل كبيرة من كبائر الذنوب ومعصية قبيحة.